كان يروح يقعد 7 8 9 10 ساعات على البحر. كان يشتغل بالنهر بالزيري تحت، وكل العالم تعرف يشتغل تحت طالع لقمة عايشة. كان معيش 8 تنفوس، كان يقبض من النافعة 8 ليرات، بس صار الحرب ما عادش يقدر ينزل على النافع. She worked at my school and I didn't even know that that she worked there, and she knew me and my whole family, and it was weird, you know, she knew me, I didn't know her. هار نهار الأيام نزلت أجيبه وما لقيته، قالوا لي خطف. قال أخذوا عمر، يمكن مات، يمكن قوصوه ومات مثل هاللي عم يموتوا. كل ما أشوف أسمع يعني على الرمل البيضة انقتل واحد يقولوا مش ابنك، في بقى الجلول كمان قتل واحد يقولوا مش ابنك مش ابنك. طلتني أبحث قالوا لي ما في أسبوع. أنا بصراحة أنا ما كنت أعرف كتير، بس كنت أسمع إنه في مفقودين، بس ولا مرة جربت إنه أسأل حتى أعرف ليش مفقودين أو أعرف الموضوع أكتر. كنت أعرف إنه مفقودين أشخاص انخطفوا بالحرب أسباب معينة وما عادوا بينوا. قبل ما أعمل هيدي الانترفيو بفتكر إنه ما كان عندي نظرة هالقد واضحة عن الموضوع، غير يعني ما شفت شخص وتسمعت عليه وشفت بعيوني شو هي. And that's when I discovered that two of my uncles actually were kidnapped and given returned, which I never knew about before. أول شيء أمي ما وافقت إنه تحكي بالموضوع، لأنه الموضوع كتير بيأثر فيها، وخاصة إنه أمه وبيه من بعد ما انفقد مرضوا، ويعني لدرجة إنه 7 سنين بالتخت ما واعيين على شيء. 7 سنين لحد ما مات. She was kind of scared to remember everything. It was, I felt bad because I felt that I kind of forced her to remember all those memories that are not quite pleasant. We had to meet up with Madame Nassar somewhere else so that then we can go to her aunt's house because her children don't know about it, so she couldn't have the interview in her house. لحد اليوم ولاده بتحسيهم انه طريقة الحكي عندهم غير، أنا بالنسبة لي هيك بشوفهم. He disappeared with two other people, two other men, and they were passing through Hajiz, and there was the last time they saw them. نهار كتب كتاب أمي وكان شاهد وفل على اساس فل على البيت ما عاش بين. انه ليش عم تعتبروه انتم شهيد وهو بس العكس ما شهيد؟ فابنه بالعكس ابنه مصر انه لا انه بيي شهيد تفجر بهذه المنطقه، يعني بيعطيكي معلومات كانه صح. بالحكي كل شيء بيتغير. يعني اذا خبرت عن تجربتي لشخص معقول تغير نظرته شوي للموضوع ويفكر هو بركي هو على باله يعمل شيء مع الموضوع. كثير مهم انه الشباب يعني اللي بعمري انه يعرفوا عن هالمواضيع لحتى يقدروا يعملوا شيء للناس اللي انفقدت ولاهاليهم اكثر من ما لهم. It's like people want to erase it in some way by not saying anything as if it never happened. And because it's a taboo topic, you know, part of the whole amnesia to forget what happened in the war, they now forget because we never knew. So we need parents and grandparents and people who lived during it to talk. And we should listen. ليه هيك كانوا يعملوا؟ شو القصص اللي صارت؟ إنه أهم شيء شو القصة اللي صارت؟ إنه غريب بكون الموضوع. الواحد بكون عنده أسئلة كثير إنه مين وكيف وليه وهالقصص. بدنا نعرف. بدي أعرف. بدنا نعرف. بدنا نعرف. بدنا نعرف. بدنا نعرف. بدي أعرف. بدي أعرف. بدي أعرف. بدي أعرف.
بدي اعرف.